هذا يسأل هل يجوز الكذب في بعض الأمور؟ الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا في ثلاث حالات لمصلحة الراجحة. حالها الأولى بين الزوجين بعضهم على بعض من أجل العشرة، من أجل بقاء العشرة. الحالة الثانية الكذب لأجل إصلاح ذات البين، من أجل إصلاح ذات البين، تشوف ناس متنازعين وبينهم سوء تفاهم، فتأتي إلى أحدهم وتقول فلان يحبك ويثني عليك ووده أنك تصلح أنت وياه، ويروح للآخر ومثل حتى يجمع بينهم. هذا كذب للمصلحة، المصلحة فيه أرجح. والحالة الثالثة الكذب في الحرب، الكذب في الحرب مع العدو، لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذه الأمور الثلاث لا يجوز الكذب.